مرة تانية معاكم بعد المحنة ما عدت وبعد الجزء الصعب أو الصفحة الصعبة ما انطوت معاكم، وقالت أنا لازم أطلع أشكر كل واحد دعالي واتمنى لي الخير واتمنى لي الصحة. هي في اعتقادها إن هي كانت في عالم الغيب والشهادة، ودعوات الناس هي اللي نجتها، دعوات الناس هي اللي ردت فيها الروح. النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انقشاع الغمة، انقشاع الله العظيم كنت اتصور عارفاك يا تتريقي تريقت جوه نفسي. النجمة ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز في الفترة اللي فاتت ما كانتش لوحدها، بخلاف الأهل والأسرة والأحباب كان معاها شريكها وحبيبها وزوجها النجمة أحمد العوضي، اللي مش بس كان بيشاركها في الفترة اللي فاتت إنما كمان كان شريكها في مسلسلهم الأخير الناجح جدا اللي ملوش كبير، غزل والخديوي. غزل هي السيدة اللي تبان قوية جدا بل ومفترية، إنما في واقع الأمر هي كل يوم بتضرب من جوزها، هي كل يوم خايفة إنه يتعدى عليها. تركيبة مختلفة قدمتها غزل أو ياسمين عبد العزيز. الخديوي هو الرجل اللي بتستعين بيه غزل لقتل زوجها. الخديوي رجل خارج عن القانون، إنما بتحكمه كده مجموعة من التفاصيل اللي بتشكل منه معلم ابن بلد. كل العبارات اللي قالها الخديوي في المسلسل بقت على ألسنة الناس. أحمد العوضي في دور الخديوي قطع مساحة كبيرة جدا من النجاح والنجومية، وكل المصطلحات اللي قالها في المسلسل بقت الناس بتقولها، بقت مكتوبة على العربيات وعلى الكشاك والمحلات والتكاتك. على الله حكايتك يا ست، وحش الكون، هدي دنيتك. وغيرها من المصطلحات اللي بقت الناس بتقولها بإعجاب. قدم شخصية بنجاح كبير جدا أحمد العوضي في دور الخديوي. روح للي قويك وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ألف من يدله على طريق. على الله حكايتك. مفيش فلوس مفيش اعتذار واخرك وهاتي. طب هادي دنيتك يا وحش الكون. بقول لك يا مستر ايجنت، انا ممكن اعمل عليك نمره بس انا راجل نمرتي تقيله اتحملها. عارف ليه يا ضن علقتك وما رضيتش اموتك؟ عشان الطحين احلى من الكباب. لولا ان غلتك وفجرك ما كنتش نولت شرف انك تموت على ايدي. دقات قلبك انا سامعها من عندي. سيف الخديوي. يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوزي العبد لله؟ انا خلاص بقيت فاهمك. انا لو عليا مش عاوزك تغيب عن هنا لحظه. انا بعمل كل ده عشانك. عسل وحش الكون. انا بس اسمحك تديني فرصه تانيه وانا اغير من نفسي. ازاي طلع وانا نازل ابقى مجرم في عيون الناس؟ بيخافوا مني بس عمرهم ما يحبوني. انا بحبك زي عيالي ويمكن اكتر منهم كمان. انا خايف اسيبك. سامحيني يا غزل. على الله حكايتك يا سيدي. الخديوي احمد العوضي. الخديوي احمد العوضي. الخديوي اهلا اهلا المدينة. واسمه الحركي الخديوي. اهلا اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا بطل. اهلا والله. ايه بطل؟ احب اروق عليها بس. اهلا اهلا والله العظيم. اهلا بيك يا استاذ. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله على الله حكايتكم. المدام عيطت كتير. قالت لي ليه يا منى كده؟ قعدت اعيط كتير قوي. كنت انتوا هتلقفوا لي لبعض؟ معلش انت مصدق ان انا اللي عيطت؟ اصل عيطت بقى لها اربع شهور بتعيط، فانا لما صدقت يعني الدنيا فكت معاها. انتوا هتضيفوا عليا؟ هي
التجربه كانت صعبه وصحت شويه وعيطت شويه وانا قالت لي بصي انا ما اقدرش اعيط اكتر من انا عياطي محدد الوقت ما اقدرش على النكد انا ما بحبش النكد ده حقيقي. خلاص بقى اللي حصل حصل الحمد لله الحمد لله بقى زي الفل دلوقتي الحمد لله ورجعت اهو وحش الكون الحمد لله. ما الكلمه دي اللي جابتني القط قعدت اقول له وانا في المستشفى وانا بقى فاهم اخويا قعدت تقول لي وحش الكون وحش الكون لو كنت حاسب الكون كله واروح ده حقيقي ده حقيقي. لا احسن يعني موقف غريب جدا حصل لي وهي في المستشفى فانا نازل في الاسانسير في المستشفى فست يعني ازيك يا ابني قلت لها الحمد لله قالت لي ليه كده قلت لها في ايه قالت لي قعدت تقول لها وحش الكون لحد ما البت خلصت يا عيني قلت لها طب انا يعني هي شايلتني انا الموضوع والست زعلانه مني حقيقي قالت لي ما هو برضه خلصت بسبب ترى والله انا ما يعني ما لها ذنب بس ان شاء الله هتقوم بالسلامه ما تلاقيش وكده بس هي قالت المسلسل خلص من هنا وهي دخلت يا عيني من بس الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمها وبقت زي الفل اهو دلوقتي اصلا لو كان حد قال لي انه ممكن ياسمين واحمد العوض يطلعوا مع بعض في حلقه واحده اقول لهم يا جماعه مستحيل اصلا ما تاخذينيش ياسمين ما بتسترش بصي بيصغر لي ازاي شفتي بص لي ازاي شفتي لا والله ده النهارده جاي راسي كده انتوا واضح ان انتوا التعاون المشترك ما بينكوا في اللي مالوش كبير غير حاجات كتير ده حقيقي غير حاجات كويس ولا الوحش انا مش هتكلم بص انا هقول لك على حاجه بصراحه هو في الاول اصلا احنا ما كناش يعني ما كناش عاوزين نعمل المسلسل ده مع بعض حقيقي يعني هو لما المنتج قال لي ياسمين هتعملي مسلسل عوضي فهي قالت لا وجم قالوا لي فقلت لا ما كناش عايزين نجتمع يعني في العمل لا هو انا يعني اللي حصل حسام شوقي اللي هو المنتج لا لحظه واحده حد فيكم ملاحظ الرئه المفرطه اللي حصلت هنا ولا انا بس اللي واخده بالي ولا مش انا بس صح فجأة بقت لا على فكرة أنا مش رقيقة معايا على فكرة أنا معرفش أنا بقول اللي شفته دلوقتي اسرد اسرد يلا أيوه حسام ما أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل فأنا طيب. عارفة المهم اتعرض عليكم المسلسل كنت أنا بعد نحب تاني ليه؟ أنا كنت مقررة أنا مش عايزة أعمل مسلسل تاني كنت عايزة أرجع السينما بقى فمستنية لما الكورونا تخلص وبتاع طبعا الكورونا ما خلصتش فجالي حسام قال لي هتعملي ايه بقى قلت له خلاص هعمل مسلسل لسه في كورونا والسينما يعني ما مش خلاص بقى يعني هعمل مسلسل قال لي طيب انا شايف ان تعملي مسلسل انت واحمد هو قال لي كده رحت انا بص له كده وبقى ايه شفت الشريط قدامي شريط ايه بقى ايه اللي هيحصل بيني وبينه يعني انا بشتغل مع جوزي وانا في شغلي يعني ما بهرجش انا ما بهرجش في شغلي قلت له حسام المسلسل ده هيبقى سبب طلاقي قال لي لا 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 ما تلاقيش قلت له لا بجد يعني انا مش انا شايفه ان دي فكره مش كويسه بس ودخلنا المسلسل كات حسام شوقي مع عوضي فقال لي تعمل المسلسل بقى مع ياسمين وبتاع قلت له لا لا مفيش الكلام ده فقال لي ليه قلت له متخانق وانا مطلق وهتبقى مشكله يعني بحب ياسمين وياسمين بتحبني ليه نعمل في بعض كده قال لي بس المسلسل ده هيكسر الدنيا فانا بثق في رايه جدا يعني لا بس انت كنت معترض ان في قصه حب في المسلسل ما ماشي لا هو الفكره كلها في ان ياسمين جايه ناجحه جدا من نحب تاني ليه الجنرا الرومانسي جدا وانا جاي ناجح جدا من الاختيار هشام عشماوي فهنلتقي ازاي هي دي الفكره هنلتقي ازاي وبعدين اتنين متجوزين فمش عايز يبقى كل التوقعات رايحه في الاتنين بقى يطلعوا يحبوا بعض والحاجات دي لكن صراحه عمرو ياسين صغمه وموضوع لايق علينا وهو عمرو بارع في الحته دي بصراحه بحق ربنا بقى قولي اتخانقتوا كم مره في المسلسل وانتوا بتعملوه ياسمين تقول بقى احنا كناش بنعمل حاجه غير نتخانق ايه ده على طول كده والله بجد ده حقيقي ده احنا كنا بنتخانق انت مش فاهمه حاجه انت مش فاهمه حاجه يعني الناس عماله تتفرج على قصه حب غزل والخديوي وانتوا بتتخانقوا في الكواليس بصي هو مش طول الوقت يعني بنتخانق بس في مشاهد الفيه رومانسيه لا كنا كويسين
بس كان في دايما لا يعني بس انت مش فاهمه يعني خناقاتي انا واحمد عامله او او لا زي الفل زي, زي الفل زي الفل زي الفل خلاص بقى لم الدنيا لا لا فاهمه لا بس هتسرد فهتقول تسرد فهتقول مش فاهمه انتوا ما ايه تسرد وهي تقول لي قشع هقول لك اول 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 حلقه في المسلسل فالمسلسل لسه بيتعرض فبيجي قبل الحلقه زائد 16 ده كان المسلسل الوحيد اللي في مصر زائد 16 وانا هو بعدين اروح انا بص قالت لي يا نهار اسود انت عملت فيها ايه انا 16 انا اللي جمهور عام بقى 16 بسببك انت فاهمك الاطفال وللاسره اول لأ. مسلسل يبقى فوق بلس قلت لها دي بس كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي مشي كده يلا قول له عشان ما تعملش غلط خلص يا ابني ايه ده انت لما تخبط على عربيتي وعايز تدغدغ انت عارف العربيه دي بتاعت مين يلا ماما دور على عربيتك واتكل على الله عشان ورانا مشاغل لا ماما دي في البيت هو انت فاكر النمرة اللي عملتها على الرجالة جوه دي انا اشتريتها؟ والله ولا اشتريتها ولا صرفتها حد يلا ست الكل الله يبارك لك خلي ليلة بتاعت ما تصعباش علينا طب اسمع بقى بيقول لك ايه؟ لو عايز تهزق راجل قتله واحدة ست فبلاش اكون انا الست دي واتكل على الله انا ما بردتش مع نسوان روح للقويك وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت 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 الف من يدله على طريق لكن شغل اللك كده انا ما بحبوش طب لو شنبك ده انت تعبان فيه وريني اخرك على الله حكايتك يا ست مفاتيح عميزه تتخانقوا ازاي يا ياسمين ايه ده ايه ده إيه لا بيا 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 ايه يا جماعه انا مش عايز اقول انت اقول ايه طب 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 انا هسهلها عليكم الخناقه بيبقى فيه اكشن لا هو اكشن جوه خناقه مش خناقه فيها اكشن هو فيه عركه بتدور انت كنت فاهم شخصيتك كويس جدا شخصيه الخديوي وهي فاهمه شخصيه غزل كويس جدا انما كان في اضافات بتهيالي ان هي بتاعت احمد العوضي المصطلحات اللي اتقالت دي يا احمد تقالي ان هي يعني انت اللي قلتها ولا دي مكتوبه ولا ايه لا الفكره كلها في ان هو لما جه عمرو كتب اللي ملوش كبير يعني خصوصا شخصيه الخديوي انا احب دايما ارجع لاصل الموضوع اصل الموضوع ان ده شخصيه كاركتر شعبي جدع ابن البلد وانا من عين شمس فدايما انا احب ارجع لاصل الموضوع وده حاجه انا بفتخر بيها طول عمري ان انا من منطقه شعبيه فانا اولى واحد ان انا اعمل ابن البلد المجدع حتى لو هو خارج على القانون لكنه يعلم الاصول تمام يعلم فده اللي ابرزته في الكلام فعلى الله اقرب لفتوات نجيب محفوظ بالزبط. يعني اقرب للشخصيه دي عشان كده هو اتحس في الشارع لان كل الناس شاف ده شاف الخديوي وشاف دي شافها فين ممكن يبقى في العقل الباطن بتاعه بس هو شاف دي شاف قرصة لما يجي يكلمك يوم التكة كده على رجلك او يقرص لك في كتفك يا عم في ايه اللي هي الحاجات دي هم ناس شافوها فعشان كده اتلمس ده نتيجة ان انا طالع من نتاج بيئة شعبية
وده فخر ليا طبعا يعني. الثلاثي كان خلينا اقول غزل والخديوي وعابد تيمور. عابد تيمور يعني كنتوا ثلاثه عاملين تريو رهيب. كنتوا عاملين مثلث رعب في الجزء ده. طيب دلوقتي انت شفتي البوست اللي هو كتب لما كانت في المستشفى وعيان على فكره. لا بس ده دي حاله. لا يعني ما اي بص الضعف ربنا خلقه في اي بني ادم. خلي بالك ما فيش بني ادم قوي طول الوقت. فما فيش اكتر من ان شريك حياتك يبقى انت عاجز ان انت تساعده موقف يبقى البني ادم ضعيف فيه. لازم يبقى انا كنت محطم يعني حقيقي في الوقت ده. طبعا ده حقيقي. ده حقيقي. أيوة. اللي متابع احمد العوضي على السوشيال ميديا هو راجل قوي جدا. تعليقاته كلها ما فيهاش ضعف ما فيهاش استكانه. لا راجل كده زي ما بيقول مقتحم. البوست اللي كتبه لياسمين كان اول مره الناس اللي متابعاه تشوفه. يعني خلينا نشوفه. هو كان بوست طويل جدا. خلينا ناخد جزء منه. تقرا؟ لا انا مش قراه. طب انا عايز مش قراه. لا مش قراه. ليه مش عايز تقرا؟ ليه لا هو اصلا كتبته في وقت يعني انا احمد ما كتبوش. يعني هو دلوقتي بيقول لي انا لما بشوف البوست ده بعمل كده. يعني انا لا يمكن بس في وقته. لا في وقته انا كنت حاسس. هو في وقته انا كنت بموت. أيوة. انا خلاص يعني هو عايز الناس تدعي لي. وعلى فكره البوست ده انقذني. خلي بالك انا عايز اقول لك انا كنت حاسس بايه في البوست ده. لما هي دخلت تعمل العمليه فالدكتور جه قال لي بعد العمليات قال لي في الاول بس يعني كان لما كانت الدكاتره رايحين جايين عليها ومحدش عارف هي عندها ايه. فلما انا كلمت الدكتور هشام الكيلاني فقال لي قدامها من ساعه لثلاث ساعات وخلاص يعني. فالموضوع كان صدمه بالنسبه لي. فدخلت فانا كان كل همي انها تخش العمليات. فمضيت على الاقرار بتاع العمليه وهي دخلت العمليات. فانا مستني بقى انها تطلع. فدكتور عصام شلبيه قال لي بص يعني قدامها النهارده وبكره لو عدى احنا تمام احنا عملنا اللي علينا. فانا الكلام ده بسمعه في الافلام. اول مره اتخيل انا اتحط في الموقف ده. علاقتنا جماهيريه يعني قابل جماهيري. فدايما الناس في تفاصيلنا اكتر بيحبوا بعض ازاي وده حاجه بتسعدنا يعني. هنا انا احتجت مش كفايه انا ومش كفايه اصحابي ندعي لها. هنا ياسمين مش في مشكله فاحمد هيحميها. هنا هي في مشكلتها مع القدر. فاهم قصدي؟ فلا يرد القدر غير الدعاء. هنا كنت بلجا للناس عشان انتوا اللي بتحبونا فانتوا وقفوا معايا وادعوا لها عشان هي تقوم بالسلام. فكتبت البوست ده في وقت انا كنت حاسس فيه ان هي كانت ستاره سودا كده نازله على وشي يعني. بس انت قلت لأول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه. بس انت هتقوم ان شاء الله باذن الله عشان انت وعداني وعد وهتنفذي. كانت وعدك بايه؟ عطيش بقى. كانت وعدك بايه؟ لا يعني لا وانا تعبانه. جالي في وقت ان انا مش هنسى. هي مش فاكره. هي مش فاكره يعني. لا في وقت اللي هو لما قعدت تقولي توعديني ان انت تكملي. صح صح. انا كنت بموت. فجالي كده وكان بيعيط. عارفه تحسي انه مشهد فيلم او مسلسل مش حقيقه. وراح حاطط راسه على راسي كده وهو بيعيط. انا بقى من كتر الادويه عارفه انت الناس بتقعد تعمل كده. فهو حاطط راسه كده وعمال يقول لي ايه اوعديني انت. فانا عمال اعمل له كده يعني راسي في راسه كده وبص عيني في عينه عمال اقول له اوعدك ان وما بعرفش اتكلم يعني بوعدك ان انا هكمل. صحيح. اوعديني هتكملي. الحمد لله انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقول لك ان لو كنت ببين لك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك ألف مره. وانا انت كنت بتكلمها بجد يعني مش بتكلم الناس. لا ده كان بيبعت لي مسجات. ده مسجات على الموبايل على الواتساب عشان دايما انا وهو على طول مع بعض كده. فلما انا بقى سيبت الموبايل لا معاكي ومقفول وكل حاجه. لا كان بيبعت لي كان بيقعد يبعت. فبعت لها عشان كل شويه اشوفها كده فتنور. استنى اليوم اللي هتنور فيه لبني. انا ما بقولكيش كلام طبعا. الناس تفتكر ان انا بقول كلام يعني. كان بيبعت لي. مش بتاع الكلام ده بس بقول لك الحقيقه. بيبعت لي بيقعد يقول لي استنى اليوم اللي العلامه تطلع او ان هي تشوفها. صحيح صحيح. طب والمسج دي يعني
لما مثلا انا واحمد مثلا نتخانق او ابقى ازعل منه اروح جايبه المسج دي منزلها تاني كل شويه اقعد انزلها تقوم بعتها لي فانا اسكت. انا سبق ما متعصب انا عليها. انا اللي كنت وانت هتموت وبتاع انا اروح بعت المسج. انا اتعصب عليها مثلا في الواتساب فلازم مره واحده عملها لي فور دي تبعتها لي تاني كل شويه ابعتها له مثلا ما خلاص اوعى تنسى اوعى تنسى صحيح. بحبك اكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا اكتر بكتير حتى من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. انا بحبك. ادعوا لها تقوم بالسلامه زي ما انتوا دايما بتدعوا لها بالنجاح والتوفيق هي دلوقتي محتاجه دعوتك. البوست ده يا احمد يعني انتشر والناس بقت حقيقي بتدعي من قلبها وباخلاص لان هي ادركت انه انت مش هتقول الكلام ده الا اذا كان الموقف حقيقي خطر وحياه او صحيح صحيح صحيح. وانا من طبعي ما بحبش الشكوى يعني بس دي مش شكوى ده كان رجاء بالدعاء ليها يعني. الحمد لله قامت بألف سلامة الحمد لله. كان بقى في لغط انا كل ما اجي اتكلم فصحى بخاف من مراتك قوي. لا لا عادي انت اتكلمتي في حلقات كتير الكلام ده. ايوه ما هو انا لغط يعني لغط اقول ايه يعني حصل يعني كلام غلط رايح وجاي حصل كلام كتير بتاع ايه لغط حصل كلام ملخبط ماشي وقالوا ما سافرش معاها هي مش عايزاه يسافر معاها او هو مش عايز يسافر معاها اوبا ده في مشكله كبيره جدا لما هي سافرت سويسرا تعالج وانت ما سافرتش. لا بصي هو الفكره كلها في ان لما ياسمين ما احنا قررنا ان هي تسافر او هي طلبت ان هي تسافر عشان هي تطمن على نفسها احنا في وقت مش هقعد افكر فيه الناس هتقول ايه. هو المشكله كان في فاكسين وكان فاضل لي جرعه ما خدتهاش والتاشيره مش مسافر المعموره يعني احنا مش واخدين بعض رايحين نصيف. الفكره كلها في انت مسافر بلد بره مصر ما فيش حاجه في الدنيا اسمها خبط على السفاره اقول له انا راجل مشهور ومراتي مشهوره. اجراءات في اجراءات لازم تمشي هي كان معاها فيزا فما فيش وقت ان انا اقعد افكر ولا هي تفكر الناس هتقول ايه. احنا في عرض كانت واقفه اصلا يعني بالزبط. بخلاف انه الفيزا ما طلعش في يوم وليله الفيز كانت واقفه عشان الكورونا فاحنا في عرض يوم واحنا هنا مش بنعلي على بعض اي حد هيسد شريف يا اخوها يسد ياسمين تسد احمد يسد احنا مش بنزايد على بعض اللي موجود هيبقى معاها عشان نعدي المرحله دي. فانا ساعتها ما اهتمتش للكلام اللي اتقال ما دام هي عارفه هي اهم حاجه عندي هي عارفه خلاص والناس اللي بتحب ياسمين واحمد عارفين ده تمام. بس ده برضو انا خدته بحسن نيه لان ممكن عشان الناس متعلقه بينا قوي فاللي هو ما تسافر معاها ما سافرتيش ليه يلا سافر ده حب مش بشوفه ان هو تصايد ليا او تصايد لياسمين ممكن يبقى حب زياده فخلى الناس طول الوقت عاوز احمد مع ياسمين ويمكن ما يكونوش عارفين التفاصيل اللي انت بتقولها في الفيزا يعني. وكورونا صحيح. والتصريح وكده صحيح وكدا. صحيح بس طيب. لكن لما سافرت معاه خلاص يعني ما الناس سافر معاه بس الحمد لله يعني كان المهم عندنا انها تقوم بالسلامه. انا كان المهم عندي انا كاحمد كان المهم عندنا ان ياسمين ترجع ياسمين مش انها تقوم بالسلامه. في فرق ما بين الاثنين هي ممكن تخف بس لا انا عايزها ترجع ياسمين. دايما كنت اقول لها واحنا في سويسرا لما تيجي تمشي مثلا لما نيجي ننزل نتمشى تحت هنرجع زي الاول مش موضوع نخف. في فرق كبير قوي من الموضوع ده فاهم قصدي. وكان يعني مثلا صح انا كنت لما كنتش بمشي هو اللي كان بيشدني امشي كنت انا لازم امشي فكان بيشدني امشي في سويسرا ويقعد يلففني ويطلعني سلالم وينزلني سلام. خلي بالك انا كل الحاجات دي كانت صعبه عليا عامله 4 عمليات في شهرين وكنت لازم ويقعد يشدني يقول لي فريدي ظهرك امشي مش عارف ايه. لا طبعا يعني احمد يعني بصي هو قضى معايا 3 شهور يعني بصراحه يعني كان بينام في الاوضه في مصر هنا على الكنبه كل يوم نايم على الكنبه. يعني مش عايزه اقول الكلام ده بقى لا لا عادي بس هي وريتني الويل برضه هي وريتني الويل في حاجه هي وريتك الويل لا في حاجه بقى لا احكي لها بقى على موضوع انا وشريف لازم انت لو هتحكي لا ثواني ثواني كانت بتعمل ايه بقى كانت بتعمل ايه بقى يعني ماشي وما تقعدش بقى تصغر لي لما احكي بقى ما تقعدش تصغر. طب ثواني بس احكي لها الموضوع ده عشان الموضوع ده مضايقني مصر اصيل الموضوع ده مضايقني مصر اصيل طبعا وعلي تكشيره هنا فاهمه في 111 لا مفيش انا وشريف مفيش حاجه بتقف قدامنا يا اسمي انا وشريف كنا اقول عادي قول استنى ايوه انا هحكي لا احكي على موضوع شريف لا سيبني بقى اتكلم براحتي بقى انت قاعدني كده طب احكي لا كنت انت هتحكي ايه موضوع انا وشريف لازم احكي ايه انا وشريف اخويا كنا قاعدين ملازمين ليها على طول طول الوقت
فمثلا فانا اجي مثلا اتعصب عليها مثلا عشان في دواء ما اتاخدش. لا مش الحاجات اللي بتتحط لي. لا 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 دواء دواء اه. فتقول لك انا مش هاخده. فما هي خلاص هي متضايقه. انا كان كميه ادويه باخدها بس هي معذوره. فهي معذوره وانا عاوزها تبقى كويس. انا بموت يعني وانا عايز تبقى كويس. ثم جايبه شريف فتقوم قايله للشريف هي ما تعرفش طبعا ان في لينك مفتوح انا وشريف احنا بنتفق عشان هي تقوم بالسلامه. هو يطلعوا يتفقوا عليا بره. اه فتقوم جايبه الشريف بقول لك ايه خليك انت ومش احمد. فيقول لها ليه؟ تقول له بيقف لي كده زي قبضه الارواح تمام وانا بخاف منه ويقعد يصغرني ويزغرني وبتاع. ايوه عايز تاخد الدواء خليه يروح وانت اقعد. فالشيف ايه مطبطب شويه وانا شد تمام فتاخد ايه دواء المسايس. يجي تاني يوم فالشيف اللي يقفش وانا ارخي تقوم جايبان انا بقول لك يا شيف بقى ماشي واقعد انت. ليه يا حبيبتي؟ مفيش مبدا خالص. اه مفيش. هي مش عارفه ان كله بيصب في حته واحده. ان الشيف بيحكي ولا بيحكي شيء طبعا تعبت. بس احنا كنا يعني بنعمل كده عشان مصلحتها هي طبعا يعني ربنا يكون في عونها. هي كانت الموضوع مؤلم جدا فاحنا كنا مقدرين ده. لا والضغط ومصر كلها بتكلمك وبتكلم اخوها حاجه اللي هو يعني انتوا مش قادرين تتكلموا ده حقيقي و... و... وعندكم حاله صحيح. صعبه جدا صحيح. الحمد لله ربنا نجاها وثبت حاجات كتيره. ياسمين بتقول ان هي من جواها بعد العمليه يعني هي في افكار جديده بقت عندها او في افكار اتغيرت. ده مظبوط ولا لا؟ اتغيرت بعد العمليه ولا رجعت زي ما كانت بالظبط؟ معايا انا؟ لا هو زي ما ايوه الحوار داير زي ما هو كان داير. لا ما بقتش اكتر اهدى اكتر. معايا انا؟ لا معاكوا عامه. لا هو عامه بس معايا انا عادي. هي في عركه دايره امبارح اصلا. لا اله الا الله. ياسمين في اهدى معايا انا اهدى. زغرات زغرات زغرات. طب سيبك منه انت مع الدنيا. لا والله بقى الموضوع اتغير صراحه. انا اقول الصراحه اتغير ولا ما اتغيرش؟ اقول حق الله. لا هي عموما بقت اهدى معايا انا اهدى. اه يعني ماشيها اهدى تمام بقت اهدى بقت اهدى خلاص بقى. لا ليه كده؟ ليه قلبتي غزل كده يا ياسمين؟ ده برطم صح؟ ده برطم جدا. لا يا حياتي خلي بالك هو نص حياتها برطمة يعني. انا وهي مثلا نتكلم وبتاع هي نص كلامها الناحيه الثانيه انا ما بقاش شايفه. بس انا في كلام في السر بيتقال انا عارفه. انا طبعا عم بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه؟ لا ما خلاص بقى. ايه؟ بتقول ايه؟ طيب دلوقتي ممكن نلعب مع بعض الاول عشان ياسمين مش طايق الكلام الجد. ممكن نلعب مع بعض؟ نلعب. مين يعرف التاني اكتر؟ تفتكروا مين يعرف التاني اكتر؟ انا طبعا عارف اكتر. ايه في ايه؟ ايه ياسمين الرياكشن ده؟ والله انا حاسه ان انا مش براحتي. ها معلش مشي الدنيا مشي الدنيا. لا 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 سيبها 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 سيبها. يعني انا جيت الجزء الاولاني نكد وعياط وخليتيني اعيط ودلوقتي كمان. طيب طب مين كلمته في البيت بتمشي؟ انا طبعا. ده ما ايه في ايه؟ ايوه انا. ايوه انت اللي كلمتك بتمشي؟ لا امال ايه طيب؟ ايوه يعني ايه كلمتنا احنا الاثنين مع بعض؟ كلمتك أيوة. بتمشي؟ لا هي كلمتي انا اللي بتمشي. لا هي كلمتي انا اللي بتمشي والله العظيم. اسمع بس اللي بقول لك عليه. لا سواني يعني في بينا كلام بس في الاخر اللي بيدور. ايه اللي بيدور فين؟ يعني ايه الكلام اللي بيمشي فين؟ كده ولا كده؟ ماشيها كده فاهم؟ لو لعبنا مع بعض مين يعرف التاني اكتر؟ مين اللي هيعرف التاني؟ احمد العوض ولا ياسمين عبد العزيز؟ هنسال مجموعه من الاسئله وكل واحد هيجاوب وهيبقى في ودنه ايربود حاجه كده يبقى بيسمع مزيكا تمام. يعني طرف بيسمع مزيكا والطرف التاني بيجاوب على الاسئله. بعد كده نرجع نسال الطرف اللي كان مش سامع ونشوف هي نفس الاجابات ولا لا. ماشي. ياسمين دلوقتي حاطه ايربودز في ودانها وسمع اغاني ملهاش اي علاقه باللي احنا بنقوله وهنشوف اجابات احمد هتنطبق مع يعني ياسمين هتعرف اجابات احمد ولا لا. فلنبدا. ولا ايه؟ ثانك يو. انا جاي بس اسمع. بنلعب 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 ايه؟ بنلعب يعني هي طيب. بتسال؟ اخر رقم في باسورد موبايلك ايه؟ انا؟ تسعه. اكتر تمرينه في الجيم محرجه؟ خليكي مع اغانيكي. ها خليكي مع اغانيكي. انا مفيش. لا مفيش يعني الظهر الظهر.
أكتر أكلة لا يمكن تاكلها. السمك اللي هو المخلي. طب ما أنا عايز أسمع ليه؟ السمك المخلي. ما تبوظيش اللعبة. ما هي العرب يقول صح ولا غلط؟ ما هو أنت هتعرفي بعد كده. السمك المخلي. السمك المخلي أكلة ممكن تاكلها طول العمر وما تزهقش منها. كبدة. نية ولا عادي بقى؟ مش إيه؟ أول حرف انت بتضحكوا ليه؟ أول انا عايز اسمع على فكرة. أول حرف في لوحة نمر عربيتك ايه؟ ألف. انا عايز اسمع. آخر مرة قالت لك بحبك امتى؟ امبارح. لا النهاردة. النهاردة. أحلى حاجة بتشربها من إيد ياسمين إيه؟ أحلى حاجة بتشربها إيه؟ بتشربها؟ بس بس بسم الله الله أكبر بس أقدم في ودنك بس. أنا سمعت أحلى حاجة بتشرب شاي. اكتر فيلم انت بتحبه ايه؟ ايه اكتر فيلم انت بتحبه او نوعيه افلام بتحبها؟ عربي ولا انجليزي؟ اكشن. طب اكشن. اكتر مغني بتحب تسمعه؟ انت الشعبيه. حكم دور عبد الباسط حموده. انا عبد حموده. هو السؤال اخر رقم في الباسورد بتاعت موبايل احمد ايه؟ انت عارفه هو كم مره اداني الباسورد؟ كتير. وبتنسى وبنساه. وده على حاجه شكابه دولها. مش محتاجه الباسورد. لا مش محتاجه الباسورد. عشان كده ما بيفرقش معايا. لا اكتر حاجه بيكرهها في الجيم ايه العوضي؟ لا مش تعرف. لا مش عارف. هو قال في مش عارف. اكتر اكله العوضي مستحيل ياكلها؟ لا هو اكل كتير مستحيل ياكله. اكل كتير. زي بصي اي حاجه فيها حاجات تتخن او حاجات فات وكده. بيحب السمك؟ بيحب السمك. بيحب السمك. السمك المخلي. لا بيحب اللحمه اكتر من السمك. صح مش صح. صح مدام ضحكوا كده. لا هو بيحب يعني السمك بيحب السمك الايه؟ ما بيحبش. يا جماعه هيبقى منظري وحش قوي. هو جاوب صح. اكتر حاجه بيحب يشرب اكتر حاجه بيحب يشربها من ايدك؟ شاي. تمام. مش قادرة اصدق ان انا كل واحدة بس اللي صح. ايوه بس انت مش بتحب السمك. اكتر اكلة بيحبها. بيحب البتاع ده الدل ده اسمه ايه؟ العكاوي. العكاوي. بحب العكاوي برضو. وبيحب مكرونة بشاميل. غلط ولا ايه؟ والكبده. والكبده. ايوه صح صح. لا قال دي صح. ماشي كل اللي قالوه صح. ايه 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 اكتر الافلام اللي بيحبها احمد؟ بيحب تيتو. يعني كوميدي اكشن. تيتو. اكشن طبعا. اكشن طبعا. ايه اجابه صح. وتيتو صح. بيحب اكتر فيلم تيتو. اكتر مغني بيحبه احمد بيحب يسمعه؟ احمد بيحب الشعبي. صح مظبوط. اخر مره قال لك بحبك وانا جاي. لا مش واقع. صح بس يعني. اجابه صحيحه. صح. عديتي. خدت ثلاثه. خدت ثلاثه. عديتي. عديتي ماشي. يعني الا الاسئله المحرجة. هنشوف بقى هو عارفك ولا لا. أنا بقى. ياسمين مين بيقول كلام حلو للتاني اكتر؟ ولا ده انا. سلام عم عباس بيقول درر. والله العظيم مين بيقول كلام حلو للتاني اكتر انت ولا هو؟ هذه ملامحي ولا شكل شكل. ما تقولي يا ست. انا ده حقيقي. انا مش عارف. انت ولا هو اللي بيقول كلام حلو اكتر؟ لا انا وهو. هنشوف مين عصبي اكتر في البيت. مش بس يا حبيبي. مين عصبي اكتر؟ احنا الاثنين. شفتي كل الاجواء. احنا الاثنين بصراحه. بس انا بعد يعني احمد مش عارفه والله. ركز يا احمد في حاجه هنا. قولي لي حكايتي. قول يا عم. مين بيتصالح الاول اسرع؟ مين بيتصالح اسرع؟ هو احمد. طيب مين بيمسك الموبايل في ايده اكتر؟ احمد. مين صوته اوحش وهو بيغني؟ احمد. اوكي سامع الصوت. مين ذوقه احلى في الهدايا؟ اكيد انا. اوكي اكتر لون بتحبيه ايه؟ الاحمر. لو خلصت تقطع على اديني قلبك عشان ربنا ما يخلصه. طيب لما بتاكلي برجر صح؟ بتاكلي البرجر الاول ولا البطاطس الاول؟ سؤال غريب من الكنترول.
سؤال عجيب. باكل الاثنين مع بعض. ما بترحميش. اكتر بلد البرج الفريزي هنا والبساط الفريزي هنا واكل الاثنين مع بعض. طيب. لا في ناس على فكره يقعدوا ياكلوا البطاطس الاول وبعد كده ياكلوا حاجه غريبه قوي وبعدين ياكلوا ده الاول. لا انا اكل الاثنين مع بعض. عندك كام فولور على انستغرام؟ 14 مليون وي و 300 عوضي. خلاص تمام. هنسال اسئله بقى. سيبوني شويه. طيب مين مين اللي بيقول كلام حلو للتاني اكتر، انت ولا ياسمين؟ لا انا طبعا. ما هو لا ما اعرفش. هي ما قالتش كده. قالت هي؟ لا ما قالتش كده. لا هي ما قالتش، هي سكتت كده وبعد كده قالت احنا الاثنين. ما ايوه بس احنا بس انا اكتر شويه. ماشي اوكي. مين عصبي اكتر؟ انا طبعا. قلنا احنا الاثنين. هي ماشيه كل احنا الاثنين. طب خلاص. هي دايره هنا يعني. مين بيتصالح اسرع؟ احنا الاثنين. بس يا احمد بقى امال انت ماشيه. لا انا والله انا ايوه هي قالت كده. هي قالت كده. برافو يا احمد. مين بيمسك الموبايل أنا. اكتر؟ انا. انت صح. مين صوته اوحش وهو بيغني؟ انا طبعا. مظبوط. هي قالت كده على فكره. مين ذوقه احلى في الهدايا؟ ما هي. برافو يا احمد. ايه اكتر لون بتحبه ياسمين؟ الاحمر. ياسمين لما بتطلب برجر بتاكل البرجر الاول ولا البطاطس الاول؟ الاثنين في بعض كده. لا مش معقول. صح. عيب عيب. هو انت قاعده فاكراني اقعد اقعد قدامك انا بنقعد ناكل كده. بس انا قلت لكم انا عبظها. ياسمين عندها كام فولور على انستجرام؟ 13 و4 تقريبا حاجه كده. 13 مليون و400 الف تقريبا. مظبوط. مظبوط يا احمد. الحقيقه انه احمد العوضي يعرف ياسمين عبد العزيز اكتر ما هي تعرفه. ده واضح جدا. هرتني افلام هندي يا خديوي، قلت لي رومانسي وطلع دب دب. وما حبيبتي هيحبوا بعض بعد الدب دب. فين ده؟ ده الفيلم بيخلص. وما حبيبتي هيحبوا بعض بعد الفيلم. دوي. يا حبيبتي. وين كلام حلو؟ ايه ده؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ايه ده؟ قول كلام حلو بقى. مع شايك. انا سمعتها كتير دي. الكلام كده حلو. قول يا خديوي. يا غزل في ايه؟ متجوز الخديوي، احترمي الشنب، وانت متجوز وائل كفوري. يعني كنت هو انا احب اقول لك ان ده مش تمثيل. ده حقيقه. ده مشهد حياتي. والمصعب ده حقيقي، هو راجل مصري اصيل. وانا ست مصريه اصيله، واقعد اقول له قولي كده، يقول لي كده وما بيقولش حاجه. هو كل يوم كده في نفس الموضوع ده. قول لي كلام حلو. ما لا انا ما بقولش كلام حلو. ربنا يخليك ليا. بس حاجات دي كده. ايه بقى ربنا يخليك ليا دي بقى؟ عايز اتفرج على الفيلم يعني. انا بقى خلاص يعني انت عارفه. بصي انا 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 رومانسيه على فكره. ده حقيقي والله يا رومانسيه فعلا. بطريقتها ما بهركش. انا رومانسيه. انا مش رومانسيه يا احمد. ده حصل. حصل والله العظيم. هو اللي حصل والله بكلام بجد. لا بس انا مش بقول بالطريقه دي. قولي لا لا يعني انا رومانسيه. هو على الله حكايته. هو انت يعني برضه. لا هو الفكره كلها في ان انا يعني افعال بقى. نقعد نتكلم وكل شويه. هو 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 شايف ان الحب افعال. صح. ماشي حلو تمام افعال يعني. بس الواحد بيبقى عايز يسمع برضه يعني. المشهد ده ده حقيقي. ده حقيقي والله العظيم. افعال يا افعال يا اقوالها. اختاري اختاري ايه؟ الاثنين. لا مفيش اثنين. ما هو احنا مش في الجنه. ما هو يعني ما احنا في الارض. لازم تنقص مننا حته. افعال. افعال. انت اخترت الافعال طبعا. اصل الاوله سهله. الاوله سهله. ايوه بس ساعات الواحد بيبقى عايز يسمع. يا عم بحبك بعشقك اهو. خدت اتنين في ثانيتين. لكن الفعل بياخد وقت. فعل صعب. ايه اللي بحبك بعشقك؟ ما انا بقول لا يعني انا قصدي اقول لك ان بحبك بعشقك سهله. مثال يعني. لكن انت تثبت ده هو ده الصعب. او انا مش من الرجاله يعني اللي هقعد كل شويه بقى بحبك.
خلاص بصي انا خلاص هو حصل حصل معلش مشيها طيب انا نسيت اسالك يا احمد لما في الاجواء الصعبه اللي كانت فيها ياسمين مش عارفه انت كنت بتفضفض لمين؟ لا هو انا كان حواليا اخويا واصحابي كانوا طول الوقت معايا يوم بيوم وساعه بساعه يعني بس هو في اللحظات الصعبه اللي زي دي انا ما بحبش اشتكي لان محدش هيفهم اللي انا حاسه هو يقف جنبي لكن انا اشتكي له مش عجز من الاخرين انا شخصيتي انا احمد شخصيتي كده الشكوى ما الناس ما تحبش اتنين الفلسنجي والشكاي الناس ما تحبهمش فلسنجي مش معناه ان هو الفقير لا الفلسنجي ده اللي هو ايه العواطلي اللي هو طول الوقت عايز فلوس والشكاي في شاعر اسمه كريم العراقي شاعر عراقي كبير طبعا. عنده قصيده بتعبر عني انا بحبها جدا حقيقي والله بيقول فيها ايه انا قلت لك بالبلدي فلسنجي والشكاي لكن القصيده دي انا باخدها نهج في حياتي بيقولك لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الم شكواك للناس يا ابن الناس منقصه من الناس صاح به سقم فالهم كالسيل والاحزان زاخره حمر الدلائل مهما اهلها كتموا فان شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وان شكوت لمن شكواك تسعده اضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم من يندب الحظ يفقد عين همته لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم قد خاب ظني في من أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم وكم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه فداس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم اشرب دموعك واجرع مرها عسلا تغزو الشموع حريق وهي تبتسم والجم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دمع على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته نستغيث به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم القصيدة دي كلمني أقول أنت أقولي كتبها الشاعر الكبير كريم العراقي أنا بحبه جدا وهو يعني القصيدة دي فيها معاني كتير حقيقة والناس فهمتها إن أنت محدش هيعرف يساعدك غير نفسك لازم تبقى قوي ولازم أي حاجة أي حزن يجيلك لازم أنت تتغلب عليه هو اللي يقويك فأنا ساعة موضوع ياسمين كان في ناس كتير واقفة جنبي لكن أنا هشتكي أقول إيه ولو بينت لها ان انا ضعيف هي تضعف يعني هي عرفت ان انا كنت انا 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 انا, أنا بكيت قدامها ساعه الموضوع بتاع توعديني ان انت ترجعي زي الاول يعني لكن غير كده انا كنت دايما مصدر ال ال القوي دايما اهون عليها يعني لان هي حالتها كانت انا بقول لك دلوقتي زي الفل كانت صعبه فلازم اهون عليها وساعات بقصوا عليها عشان تاخد الدواء لان انا عايزه في الاخر النتيجه عندي في ايه انها تبقى كويسه ترجع ياسمين يعني اولا تحيه للفكره تحيه للالقاء تحيه لكريم العراقي الشاعر العراقي طبعًا. العظيم طبعًا. اللي كتير من الاغاني اللي بنحبها باللهجه العراقيه او بالفصحى من كلماته ربنا يشفيه وابعت له سلام من القلب ومن الروح ومن العين لكريم العراقي الشاعر الكبير طيب نعمل تحدي تروث اور دير ماشي سؤال ولا حب انا بص اي لعبه هنلعبها انا هكسب ايه اللي ايه ده ايه الاستفزاز ده يا احمد كسبت في الاولانيه هكسب في دي برضه تروث اور دير انا هقول سؤال ولا حكم سؤال وبعد كده حكم سؤال سخيف يا تجاوبي على السؤال السخيف
يتنفذ الحكم مضمون. وايه الحكم بقى؟ كل سؤال وله حكم. اول سؤال لياسمين، قولي اسم ممثل او ممثله عملت لهم بلوك على السوشيال ميديا او تقلدي احمد العوضي. قلديني بقى خلاص. تقولي يعني بصراحه ممثل او ممثله عملت لها بلوك لسبب ما. قلدي قلدي. لا قلده. قلدي دي سهله يعني. ها احسن ما اقول السؤال. هو هو متعصب او هو رومانسي؟ لا لا اكيد مش هقول رومانسي. هو دول كده كده نظره. واحد صفر. اخر اجر اخدته كان كام؟ الحكم بقى. لا حكم اديله حكم احسن. الحكم تعمل بروبوزل لياسمين عبد العزيز دلوقتي بطريقه الشباب. اعمل ايه؟ تعمل عرض جواز وانت على ركبتك وتطلب الجواز منها. تطلب ايدها من نفسها. الله انت ما عملتيش كده لما جينا نتجوز. والله اقول الاجر. والله اقول الاجر. مش هعمل الكلام ده. لا قول حكم اصعب. مش عيب. لا بقول لك ايه؟ هو ده الحكم. لازم الكلام ده مش هينفع. لا لا انا بصي مثلته و هاتي الخاتم هاتي الخاتم الخاتم. انا هقول لك بيعملوا بروبوزل ازاي. ايوه انا عارفه انا عارفه والله. يقول لها كلام حلو جدا. انا مش عارف ايه وربنا يبارك. وبعدين تقبلي تتجوزي. ربنا يبارك لهم في بعض. بس هاتي هاتي ايدك بروبوز. لا لازم تقعد. ايه ماشي. ما انا هقول لك بس على حاجه. هقول لك على حاجه. ومين اللي قال لك انا عايزه اتجوزها؟ لا يا ست الكل هادي. يا ست الكل بقول كلام الاول. اهو عملت حاله اهو. لا يا ست الكل هادي. لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد يتجوز حد كده؟ لا مفيش. طب بعدين لازم يعني لازم بروبوزل. لا عرض زواج. هقول اجري والله. لا لا هعمل ايه طيب؟ خلاص ماشي الدنيا بقى. خلاص انا موافق. اتجوزتني. ما اخدش النقطة. ما اخدش النقطة. خلاص انا موافق. لا انت موافقه على الجواز بس احنا مش موافقين على الاجابه. ماشي خلاص. واحد هي كذبانه. هي كذبانه. هي كذبانه. السؤال بصراحه يا ياسمين، اوحش او اغرب خروجه عملها لك احمد؟ الحكم. وانت كل حاجه هتقعد تغمز لي وتزغل لي. انا مش انا ما اعرفش انا مش عارف اكمل البرنامج. انا مش عارف اي خروجه هي اللي. لا 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 خلاص ايه ده؟ خلاص ايه ده؟ انا مش عارفه ابقى براحتي على فكره. خلاص هو ايه ان انا اعمل ايه يعني؟ اقول ايه؟ هو يا تقولي خروجه وحشه يا تقلدي نفسك في اي اعلان عملتيه زمان. قلدي نفسك. قلدي نفسك. ما اقولش. قلدي نفسك. قلدي نفسك. شغلي لي انا. عارفين شغلها ايه؟ فمن ثلاث سنين لما كانت ياسمين عبد العزيز معانا دورنا وسالنا في الشركه المعلنه وسالنا في شركه الاعلانات عن اول اعلان عملته وكانت بقطتين وما لقيناهوش. النهارده هو معانا اول حاجه. هو ده من برنامجين عبد العزيز. النهارده لقيناه. خلينا نعرضه. خلينا نعرضه. شكلها توها. شكلها توها. بس كوها. بس كتوها. بس كتوها. الكرمل. كرملوها. 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 يا جماعه وشها بيخطف الكاميرا ما شاء الله. ايه ده؟ اتنين صفر يا استاذ. اتنين صفر ليه؟ هي اتنين وانت لسه قدام. وانت كنت صفر. دي اللي جايه دي واحده. شايف ربنا. ماشي ماشي. عشان انت من شويه قلت بس انا هكسب. بس انا هكسب. قول بصدق حاجه عملتها في حياتك وحاسس بالذنب تجاهها لحد دلوقتي. الحكم طبعا. الحكم. غني اغنيه الجده دودي بطريقه الخديوي. لا نقول بقى نرجع نرجع نقول بقى الغلطه اللي انا عملتها. ايوه الغلطه. الحكم صعبه كده. اشمعنى عندها الحكم سهل؟ ليه والله ده الست رجعت يشوف عملت انا ده انا ده انا قلدتك وقلدت نفسي. مش عايز احكي. خليني ساكته. ما هي كل الحاجات اللي انت بتقوليها بتتعارض مع الهيبه. الهيبه ما بعرفش اعملها. ايوه ما هو انت بتقولها بطريقه الخديوي على فكره. الجده دودي يعني بس تقول ايه؟ الجده دودي طبعا. طب هي عملتها ايه؟ صح. برافو عليك.
3-0. سؤال ليكي يا ياسمين، يا قمر يا ياسمين، بس انا قبل كده ايه موضوع كوبايه الشاي ده؟ انت بتحب الشاي من ايه ده قوي ليه؟ تعمل كوبايه شاي شيء غريب، ما فيهاش حاجه، خلي بالك هو باكت شاي على باكت سكر وميه سخنه ونعناع، بس ما تبقى عامله زي بتاعه النمر والانثى، فيها حاجه، هي بتحط حاجه. بحط مخدرات. والله ما بهزر، والله ما بهزر، كوبايه يعني شاي غريبه، غريبه حلوه يعني، حلوه حلوه حلاوه. ودي بقى الشاي. طب ما انت قلبت رومانسي اهو. بوم. ايه بوم يعني كوبايه شاي حلوه. بتعملي ايه في كوبايه الشاي؟ ما هو ده الموضوع. بحط اصبع. ايوه بس انا عرفت ان انت ربنا يعني اهداك زوجه الحمد لله ذاكرتها ذاكره السمك. مفيش خالص بتنسى. لا وايه بعد اللي يعني حصل تنسى. بعد اللي حصل ده كمان راحت خالص. لا وقبل لا وبعديها كمان. لا بس مع الادويه دي يعني طب انا لا لسعت خالص. انا هحكي لك على موقف. موقف ايه؟ ثواني بس. ما تقلقيش والله حاجه في الحلوه. حاجه في الحلوه. جينا يوم دارت العركه، عركه يعني خناقه، فكنا لسه في الاول، فانا مش قاري الدماغ راحه فين، ودخلنا نمنا وعادي وبتاع، فانا في يعني في مسافه ما بين النوم والصحيان. انا ما كنتش اعرف ان الوقت ده مستقطع من حياتها. مش موجود اصلا، بتفصل، مش موجود، هي اللي بتنام عليه بتصحى عليه. فاحنا نايمين متخانقين، فجيت بالليل كده صحيت قلت لها حبيبتي ما تزعليش، وحسيت ان انا اتكيت شويه، ما تزعليش وحقك عليا وبتاع، كوبايه شاي حلوه وبتاع عادي انت طلبت كوبايه شاي. لا صلحتها الاول وخلاص. مش زعلانه؟ لا مش زعلانه حبيب قلبي وبتاع، وشافت كوبايه شاي، عملت كوبايه شاي، قمت اتفرجت على التلفزيون خلاص، والليل عدت ونامت. صحيت الصبح فلقيت ابويا بيكلمني 12 مره. انا قلت في كارثه. كان انا عندي تصوير، فانا قمت بقى ياسمين مش في بيتي، قلت ياسمين عندها تصوير كنا نصور يعني اللي ملوش كبير. فابويا بيكلمني بيقول لي تعالى دلوقتي حالا. قلت له بابا انا عندي شغل. قال لي تعالى دلوقتي حالا، بقول لك تعالى. ابويا راجل بتاع زمان كده. فالكلمه سيف يعني. قلت له ماشي. فخدت العربيه ورحت اتكلم ياسمين، ياسمين ما بتردش، فانا قلت خلاص انا بقى دماغي بقى في ان ابويا عايزني في ايه 12 مره. انا قلت بقى يا تعبان اتخضيت يعني. رحت مخبط مش معايا مفتاح. مين بيفتح لي؟ ياسمين عبد العزيز. فاهم قصدي؟ ليه؟ لا بقى انا اسكت. ورفع لي حاجبها، ولقيت بابا قاعد ماسك زي بتوع زمان بقى، هو دور مسلسل المال وبنون. قاعد كده وبتاع، راحت اشتكيتك لابوك. وعملت له العصايه بقى كده، هو بقى يعني هو بيحبها جدا. يعني لما اشتكيت له فهو ازاي هو زعلك؟ انا مش فارق معايا كل ده طبعا بقى، وشخط واطلع بره وحاجات من دي وبتاع. اطلع بره اروح فين؟ طب ما انت جايبني من بره، وانت واغضب عليك لو زقتها تاني وكلام، والموضوع كبر. فالمهم نزلنا، فانا قلت لها عرفت وانا مش مصالحك امبارح، احنا مش نايمين متصالحين ولا انا بحلم ولا ايه؟ قالت لي انا مش فاكره حاجه. قلت لها في شاي اتعمل مش فاكره ايه؟ قالت لي والله ولا فاكره حاجه، وانا بصدقها ما تكذبش، وهي فعلا مش فاكره. فتعودت بقى على حاجه، اللي بتنام عليه بتصحى عليه. ايا كان اللي حصل. فما تزعلهاش بقى وانت نايم، يعني زعلها طول اليوم بس صالحها قبل ما تنام. بس فلتح يا طبت القلب، والله العظيم كل الامر إيه؟ وعملت له شاي وكل حاجه. هو احنا صحينا من النوم مش كل ده مش يعني مش في الدماغ. معلش كان شايله جواها يا احمد. صحيح اتكيت عليها يا احمد. لا هي مش فاكره فعلا. انت فاكره؟ انت فاكره ابويا بس. طب بصوا يا جماعه، العركه دي مش تقولوا عركه، ايه يعني؟ ما هي عركه يعني في حاجات بتطير مثلا. طيب الصوت بيبقى طالع بره البيت. طب العركه يعقوبها ندم؟ مفيش سؤال معدي. طب في خسائر بتحصل بعد العركة؟ كل اللي انت قلتيه صح. ربنا ينجي الأحوال. عارفة على فكرة. عمرك فتشتي في موبايل العوضي قبل كده؟ ولو لقيتي ايه؟ الحكم؟ أنا هقول حاجة أول مرة يعرفها دلوقتي. فشت حاجه. انا ما مسكتش تليفونه يعني. يعني ما يعني عادي لما بمسك تليفونه وكده وبتاع. هو بيسيب لي التليفون. بس انا خلاص ما دام هو ساب لي التليفون تمام. ما ببصش يعني. فمره ليه في ايه
يعني شايف افرق بفتح عينه ازاي؟ من اول مره اسمع الكلام ده. مهم ايه بقى؟ انا بنسى الباسورد دايما، هو ساعات يبقى نايم وانا عايز امسك التليفون واشوف والباسورد انا ناسياه، فبلاقيه بيعمل حاجه كده يروح فاتح التليفون لوحده من غير باسورد، اقعد اعمل اعمل مش راضي يفتح. فايه هو شايفه مركز ازاي؟ انا عايز اعرف بس. هو جاب الساعه بتاعه التليفون اللي هو لابسها دي فبتفتح لوحدها. يعني انت بتفتح الموبايل؟ ايوه تليفونك مفتوح يا احمد. لا فمسكت بقى التليفون الساعه دي، كان هو سايبها فاكر بقى ان ده مش التليفون. بس انا شكيت في الموضوع ده، الساعه دي هي اللي جايبها لي، فقالت لي ايه حبيبي انا جايب لك ساعه تحفه، فانا ما فهمتش ساعه ايه دي تحفه. قالوا ساعه ايه؟ واصرت ان انا افتحها واستخدمها، قالت لي ده بقى كل الموبايل هنا، وانا تمام وانا اشتريت. فقالت لي وهتعمل ايه؟ قلت لها اعمل كذا 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 كذا، فبقيت انام واسيب الساعه. هو بقى بياخد التليفون وهي معاه الساعه، بس الساعه بيسيبها عادي بقى، ما هو فاكرها ساعه بقى يعني. فانت تليفونه كتاب مفتوح. امس يا بس ما مش هتلاقي حاجه، ما مش هتلاقي حاجه في الاخر. لا لا ما لقيتش حاجه ولا هتلاقي. بقول لك حاجه والله، دي مره واحده بس اللي عملتها. حسيتي بايه بقى؟ حسيت بايه؟ بصي بيبص لي ازاي؟ لا خالص. بصي دماغه شغاله دلوقتي. كنت قاري غدر في القصه بتاعت الساعه. لا بس انا اقول لك على حاجه، هي ياسمين لو شكت في حاجه هتواجه. لا بس ياسمين بصراحه عشان هتواجه على طول. ايوه انا بقول انا بس والله دي اول مره. لا بس انا بتكلم بجد والله مش هزار، هي مش شخص شكاك يعني. يا ممكن تعملها بباب الفضول يعني. لا كويس ان انت اتكلمتي في الموضوع ده عشان الناس كلها تعرف ان انا بشوف. صح ولا غلط؟ طبعا. بس طبعا طبعا. لا لا استاذه، اي واحده انا معاها خفيف. ده تحذير، ده تحذير. اي واحده مثلا تستظرف. بس الست ده كلام مش ليك انت يا احمد، مش ليك انت خالص، ده الناس. احمد العوضي. وده التحدي الاخير. اذكر اسماء الاسماء الاولى لثلاث بنات كنت مرتبط بيهم قبل ياسمين. إيه عبد العزيز؟ في ايه الجو ده؟ اذكر يا باشا ياسمين. اذكر ايه يا عم؟ وعم ولا اذكر ولا حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ ياسمين؟ اذكر ياسمين اهو. ياسمين. هم كلهم ياسمين. الاجابه يا تقول اسماء. الحكم يا منى. الحكم اوكي. يا تقول اسم ثلاث بنات ارتبطت بيهم قبل ياسمين عبد العزيز، يا تشيل ياسمين عبد العزيز. اشيل مين؟ ثانية معلش. خلي بالك اصل هقول لك على حاجة. استنى لا انا عايز اتكلم. ايه اللي تشيل مين يعني؟ لا وحش الكون ما بتشالش، هي القطعية كده، هو بحطته كده. بحطته؟ هو مفيش شيء. ليه وانا اتوبيس؟ وحش الكون ما بتشالش. وحش الكون ما بتشالش، فاهم قصدي؟ الهيبة يا بنت بفخم فيك. ما هو يا تقول يا تنفذ الحكم. في حد بتفخم؟ في حد فخم بيتشال. طب تصدق بقى انا عايز اتشال. مفيش الكلام ده. انت مرضية يعني ما بتشالش؟ موافقة يعني؟ عادي؟ ايوه. انت عارف رديت عليها قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت لها اشيل ايه؟ لا انا قلت لها اشيل مين؟ ياسمين. ايوه يعني ايه مشكلتك يعني ان انت تشيلني يعني؟ لا هو مفيش مشكلة ولا حاجة، بس هو انا بقول لك وحش. بس انا ضهري يا بنتي. وحش يكون ما بتشالش. موقفك محرج جدا في اللعبه دي، يعني لا جواب. انا قلت لك، انا قلت لك الكلام. بصي ها، لا تذكر لا تشيلني. هو مالوش في الجو ده، هو مصري اصيل، هو راجل مصري اصيل حبيبتي كده، لكن اسمه شيل. احنا نقول الحكم تاني لاحمد عوض. قول الحكم تاني ينفذه. بس ماشي. حكم صعب. ماشي جيب له دمبلز. دمبل ايه بقى؟ 18 كيلو. ده حلو، ده دمبل حلو. تمام. ماشي تمام. تمام. هنشوف هتعمل كام واحده دمبل. ماشي وانا اغني وانا اتقدم لي بقى الطبل. يلا 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 محمود. صح خمسة ستة سبعة ثمانية
كل الاحكام كده والله. ايوه كده. لا والله بس عشان يعني اللي... يا خبر ده الخديوي بالظبط. بالظبط ده الخديوي. ايه من الحاجات الحلوه اللي انت خرجتوا بيها من التجربه الصعبه اللي مرت بيها ياسمين؟ لا انا خرجت بكتير قوي. لا كتير. بقيت يعني شايفة ان الدنيا دي كلها قد كده. علاقتي باحمد بقت اقوى. عرفت قد ايه ان هو بيحبني. شفتي بقى ده الافعال. صح؟ صح. حاجات كتير حاجات كتير قوي يا منى. حاجات كتير. المشاكل اللي ممكن تكوني عديتي بيها او المناغصات او السخافات صغرت ولا فضلت زي ما هي ولا كبرت جواكي؟ على فكره هي من الاول اساسا ولا فرقه معايا. صغرت. لا هو كل حاجه. كل حاجه. لا كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه الا احمد العوضي. اه طبعا. احمد انت التجربه دي خرجت منها بايه؟ خرجت ان يعني الحياه مش مستاهله خناقات. لان انا اتعرضت في موقف ان انا حسيت في لحظه ان ياسمين ممكن ما تبقاش موجوده معايا يعني. فبقت المواضيع ما بيني وما بين ياسمين زي اي زوجين ممكن الخناقات تكبر. ما بتكبرش بقى خلاص. لان انا جربت ان هي ممكن ما تبقاش معايا. موضوع قوى العلاقه ما بيني وما بينها اكتر. هي كانت قويه بصراحه. بس هو الموضوع مش هقول لك ان انا عرفت ان انا بحبها. انا عارف ان انا بحبها. ممكن هي عرفت ان انا بحبها اكتر بكتير من الاول. لا هو انا مش قصدي حاجه. هو عامه اي مشاكل او اي اتنين بيمروا بمواقف جامده مشاكل او اي حاجه او مرض دايما الحاجات دي بتقرب. الازمات صحيح. الازمات طبعاً. بتقرب طبعاً. مش بتبعد بالعكس طبعاً. او مش بتقلل. دي بتقوي العلاقه. انا قصدي كده. ايوه انا فاهم. انا فاهم والله. ياسمين عبد العزيز ربنا اكرمها بالشفاء والصحه الحمد لله. انما كمان اكد صورتها اللي عند الناس كلها. المراه الجميله القويه اللي قويه من جوه قبل ما تبقى قويه في الظاهر. اللي ممكن في عز الشده تقاوم وتقول لا انا هكمل عشان اللي بحبهم. اللي تاخد قرار انه الضعف والاستسلام مش حل. ياسمين الأزمة دي بينت قد ايه في ناس بتحبها بجد. وزي ما قلت في المقدمه مش بس حب النجوم والشهره. الناس اكتشفت ان عندها رصيد رهيب من المحبه. الحمد لله ربنا يديمها نعمه. لياسمين ربنا يديمها نعمه. رصيد كبير من المحبه الحقيقيه. محبه لروحها. محبه لابتسامتها. لقلبها. في حاجه حقيقيه جدا حصلت كشفت عنها الازمه دي. والحقيقه انه انا بحترم وبحيي ياسمين عبد العزيز انه بالرغم ان هي حقيقي ما بتحبش ظهور التلفزيون. حقيقي هي ظهرت مره من 3 سنين معانا في حلقه الناس كلها فاكراها. انما كان عندها هاجس انا لازم اشكر اللي دعولي. انا لازم اشكر كل واحد اتمنى لي الصحه والعافيه في عز ازمتي. وده كمان حاجه بتبين معدنك برضو يا ياسمين. تعليق الاخير استاذ احمد العوضي. انا بشكر طبعا الناس كلها اللي وقفت معايا. انا كاحمد اهلي واصحابي. واشكر كل الجمهور اللي كانوا دايما مأزرنا في المحنه بتاعتنا دي. بشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى قبل كل شيء على ان هو ان ياسمين عدت من الازمه دي بخير الحمد لله. ورجعت زي ياسمين قبل الموضوع ده. وده اللي كنت انا كاحمد بتمناه.
ما ترجع ما تخفش بس ترجع ياسمين، والحمد لله رجعت احسن من الاول. الحمد فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكر الجمهور على مؤازرته لينا، وبشكرك يا منى طبعا على اول مره. قولي يا ياسمين، يا ياسمين في الياسمينات. بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي والناس اللي دعيت لي، وفوق كل ده طبعا ربنا ان هو كتب لي عمر جديد وسخر لي الناس. فالحمد لله عرفنا قد ايه هي كانت بتحب اغنيه اليسا هنعيش. خلينا نختم بالاغنيه دي مع كل الامنيات ليك يا ياسمين يا عبد العزيز، بالصحه والهنا والستر وراحه البال والمحبه.